اصبر سارة لدماء الشوارع. يضرب الأول فالثاني ثم الثالث، أما الوجهة فإلى نبل والزهراء الشيعيتين، وفيهما عاشت عصابة الأسد والميليشيات الشيعية الطائفية ساعات عصيبة من ليل السبت تحت رحمة صواريخ الثوار، كغيظ من فيض عقابا للنظام على مجازره بحق الأبرياء في إدلب. أما الأجمل من كل ما سبق يأتي مع نداءات الرعب لمرتزقة إيران وحزب الله من داخل نبلة والزهراء قبل أن يتساءلوا عن مصدر الرعب بحد عينه. ما هذه الصواريخ التي يرجموننا بها؟ ضيق هاي ضيق، ما شاء الله رسولك عم يضربوا علينا. الله رشقات الثوار الصاروخية نحو نبلة والزهراء تزامنت هي الأخرى مع إفشال الفصائل محاولة تقدم لعصابة الأسد وإيران على محور كفر تعال غرب حلب، فيما تبدو النتائج على هيئة مزيد من الخسائر للنظام، والتي تبلورت آخرها بهجوم الفصائل قرب الفوج 46 بريف حلب، فلم يجد طريقا للانتقام ورد الاعتبار إلا عبر قصف الآمنين في مدينتي إدلب وسرمين، مخلفا مجزرة راح ضحيتها 41 مدنيا ما بين شهيد وجريح، وإمطار منازل المدنيين في مدينة دارة عزة بالصواريخ المزودة بمادتي الفوسفور والنابلم المحرمة دوليا وفق ما أكده الدفاع المدني السوري. يقصف الأسد إدلب، ترد الفصائل برشقات الصواريخ، وما بين هذا الأخذ والرد يرزح الشمال السوري على جولة جديدة من التصعيد المتبادل، ما يفتح الباب أمام خليط من السيناريوهات لهذا التوتر في وقت لا يستبعد فيه مراقبون أن يسلك أبعادا أكثر دموية مع تصاعد حدته شيئا فشيئا. فهل يوقد التصعيد رماد حرب لا رجعة فيها هذه المرة، أم إنه جولة من جولات الحرب الباردة المتدرجة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية؟